اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. الرؤيه هتقول ايه بكره نصوم او بكره العيد؟ احنا مع بعض ان شاء الله. اكلتنا النهارده والفطار بتاعنا النهارده فيه شويه بساطه، شويه سهوله، شويه مرونه. انا هريحك في المطبخ بما ان احنا مشغولين في كحك العيد، وشفنا امبارح الشيف المغازي علمنا نعمل كحكه العيله ونعمل البسكويت وكحك العيد بطريقه سهله، فانا هعلمك النهارده تعملي اكله سمك بطريقه سهله مش تاخد منك خمس دقايق. معانا البوري بالفريك، والفريك ما يحب الشريك بس مع البوري بيعديها. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. بوري بالفريك دي حاجه جديده؟ اه حاجه جديده. لازم الفريك يستوي وياخد وقته في السوى، ونشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله جدا. معانا سمك فيليه الشبياض لان هيكون في ضيوف، في اطفال معترضين على اختلاط الفريك بالسمك، يقول لك الفريك دايما بتشوفه مع حمام، فهعمل النهارده السمك الفيليه القش البياض كريسبي بالسمسم، حاجه مقرمشه كده مع سمسم مع فليفر وطعم تاكل صوابعك وراها. طبعا الرز بتاعنا النهارده رز لطيف فرايد رايز بالبصل الاخضر. البصل الاخضر ده مع الرز المصري وياخد فلايد رايز بزيت السمسم والصويا صوص هتاكل صوابعك وراه. تقدر تضيفي له جمبري، تضيفي له سمك زي ما انت حابه. هنشوف تفاصيلنا والحاجات بتاعتنا ان شاء الله مع بعض ببساطه وسهوله، ولكن خلوني برضو اوجه نصيحه والوصيه بتاعتي دايما في نهايه الشهر الكريم. تلاجتك يا امي يا خالتي يا عروستنا يا حلوه يا ست الكل، بص عليها دلوقتي وشوفي حاجاتك في مطبخك، وبلاش تشتري حاجة خالص في أجازة العيد. مش بقولك تكوني بخيلة، الشيف المغازي بيقفلها خالص، أنا قصدي اعملي كنترول على الحاجة اللي موجودة في التلاجة، لأن احنا كلنا في رمضان بيبقى المطبخ فيه حاجات كتير قوي، في كراكيب كتير قوي ومشتريات كتير قوي، وناسيين في التلاجة حاجات كتير قوي ما استخدمناهاش، يا إما جاينا زيارة يا إما باقية من العزومة، فطلعيها وهندليها كده وتقدري تشغليها أو إنك تديها للحبايب، مفيش أي مشكلة. وما تسيبيش تلاجتك ومطبخك فيه حاجات كتيرة وأنت مسافرة أجازة عند الأهل، خارجة تتفسحي مفيش أي مشكلة. نصيحتي هندلي مطبخك قبل ما نطلع أجازة العيد، ده العنوان بتاعنا. ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل أكلة سمك لطيفة النهاردة عشان ما توقفوش في المطبخ كتير أو تروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للمطبخ بتاعنا النهاردة. حريص إن احنا ما يكونش فيه تكلفة قليلة، بنوفر عشان مصروف العيد، عن مطلعين أجازة العيد طبيعي، لكن حبينا نشتري كيلو بوري 3 في الكيلو. معانا سمك في القش بياض، ده السمك بتاعنا النهاردة. البوري ده نقدر نعمله زيت وليمون، نعمله مشوي وردة، نعمله سجاري، نعمله مقلي، ولكن نعمله صينية بالبطاطس أي يبقى لطيف وجميل. بس نعمل طاجن سمك بالفريك دي حاجة جديدة، والفريك ما يحب الشريك بس مع السمك ما يقدرش يتكلم. مقادير الأكلة بتاعت النهاردة على الشاشة. بوري حسب عدد أفراد الأسرة، فريك تقريبا نص كيلو اتغسل مرة واتنين وتلاتة وصفناه من المية، بقدونس، بصل أخضر، زبدة وبصل عادي برضو مع البصل الأخضر، وتوم، ومعلقة زيت زيتون، وإضافة الطماطم اختياري. أنا هضيف للأمانة حباية طماطم مضروبة في الخلاط. ولكن عايزين نشرح إزاي نقدر نعمل أكتر من نوع سمك بالفريك، وأيهما أنواع السمك اللي يفضل استخدامها مع الفريك. يفضل طبعا استخدام السمك الكنعد اللي هو الدراك، إذا مش موجود يبقى أي نوع تاني مفيش أي مشكلة. السمك هناخد البوري ده كده، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، هو ده زي الفل. الراس دي أنا مش عايزها، بشيلها، ونفس القصة هنا. ليه يا عم الشيف؟ هحطها في مية بتغلي على النار، واستخدم المية دي في الرز الأبيض، استخدمها في شوربة أيا كان. آه دي راس السمكة ما تترميش. واخد السمك اللي باقي اللي عندي ده كده، اقطع دي على ثلاثة، واجي عند السلسلة كده واضرب الضربة دي كده نفس الطريقة، يجي عند السلسلة دي كده واضرب الضربة دي كده. خلصنا من دول، نفس الخطة، اجي عند السلسلة واجي ضارب الضربة دي كده. اه نفس القصة، قطعة السمك لازم تكون بالطريقة دي، ما اقعدش اشد السكينة على السلسلة بتاعة السمكة تتهري معايا، ويبقى انا كده ايه ببوظ السمكة. اه وسكينتك تكون حامية، اصبح ان السمك متقطع عندي بالشكل ده كده. هتبله،
تتبيله السمك دي ببساطه كده اهو. نجيب سرفيس كبير شويه. اللهم صل على النبي. تتبيله توم، شويه كمون، شويه كزبره، شويه ملح، شويه فلفل، واحنا واقفين مع بعض كده اهو. حلو، خضره زي دي كده. والسمك ده هيتقيل ولا نيف ني؟ اصبر على رزقك يا طيب. وده توم عينيا اهو، حلو قوي. وادي الملح والفلفل. تبل السمك زي ما انت عايزه، ولكن في طاجن زي ده كده ما تستغنيش عن الكمون والكزبره، ده اساسي. اي اضافات دي بتاعتك انت، كمون وكزبره دول اساسي. تبلت انا السمك بالشكل ده كده. الطبيعي ان السمك علشان نتبله بالشكل ده كده وتبداي تدخليه في طواجن او تقليه، الخلطه هتسيب من السمك. فالشيف المغازي علمنا على تركيه حلوه قوي. هعمل ايه؟ هحط قليل من الماء. الله، ميه. طب انت كده ما عملتش حاجه. شويه الميه دول كده واقلب السمك في الخلطه دي. ابن حلال. ميه. طب ازاي؟ اصبر على رزقك. هنقلب كده. السمك هنا فتحت له المسام، فتحت له الطريق ان التتبيله تخش جوه لحم السمكه باضافه قليل من الماء. الله عليك. زي ما انا شغال كده. وعندي طاسة شديدة الحرارة على النار. حلو الكلام؟ بحط في الطاسة دي يا عم الشيف شوية زيت. وطالما هعمل طاجن بالفريك والفريك يحب الزبدة والسمنة، هنحط هنا، اللهم صل على النبي، هنحط هنا مكعب زبدة. مع الزيت. من جور السعيد يسعد. حلو قوي. واخد السمك ده يا عم الشيف. شوف الشقاوة هنا بقى، شوف الدلع ده بقى اهو، زي ما هي كده اهو، حطها هنا. يلا يلا يلا، اللهم صل على النبي. هو ده. الدقيق هنا بيثبت التتبيلة جوه السمكة. خلي بالك انا عايز شويه زيت وشويه بيون ينزل من السمك ده كده عشان الفريك عطشان هنا، عطشان يا سماران اسقيني محبه. هو الفريك ده هيشرب ايه؟ مفيش لا شوربه فراخ ولا شوربه عكاوي ولا شوربه لحمه ضاني. الفريك ده لازم شوربه لها اساس ولها قوام ولها طعم عشان الفريك ياخد طعم. نعمل ايه احنا مع بعض دلوقتي؟ صلي على الحبيب. تعالوا هنا مع بعض كده مكان تتبيله السمك، ننزل بالفريك. بس كفايه دول، كفايه. ونقلبهم. اللهم صل على النبي. الخلطه اللي باقيه من تتبيله السمكه في قلب الايه؟ واخليهم على جنب. ما عندناش حاجه احنا. وننتظر على السمك لغايه لما يتحمر. السمك هنا انا عايزه ياخد الصدمه الناريه وياخد الشكل اللطيف اللي احنا عايزينه. نعمل ايه يا عم الشيف؟ نغطيه زي ما هو كده. بتغطي السمك وهو بيتحمر يا شيف؟ مدرسه المغازي بتقول كده. ناخد ده كده على جنب، وناخد السمك الفيليه ده نخليه كده على جنب. عشان عندنا شغل تاني. بالشكل ده كده. ونشيل دي من هنا. يبقى كده وسعنا لنفسنا. حلو الكلام؟ نخش على اللي بعده. عشان الموضوع مطول مع الفريك لسه في خطوه ثانيه هتتم. طريقه عمل السمك الفيليه كريسبي. مقاديره على الشاشه. سمك فيليه وسمسم، ثوم، زعتر، ومعانا بقسماط او معانا دقيق. انا هعمله بالدقيق هيبقى طعمه احلى واحلى. ومعانا زيت شديد الحراره على النار. مقادير السمك الكريسبي على الشاشه. سمك فيليه قشر بياض او بلطي حسب الرغبه. معانا دقيق، معانا سمسم. والسمسم هنا يعني اوميجا 3، يعني عملت طاجن ميكس كده، ميكس بالاوميجا 3 اللي موجوده في السمسم
ومعانا السمك الفيليه بتاعنا الجميل، وتعالوا نشتغل فيه ونشوف هنعمله ازاي بطريقه سهله وبسيطه. افتح لك دلوقتي تشوف السمك عينيا، غطيته ليه؟ تدفع كام واجاوبك؟ شغل عالي قوي. انا بعمل عمليه احتباس لتحمير السمك بالزيت والزبده علشان يديني شويه بيون. بص شفت السمكه خدت لون ازاي؟ الله على الحلاوه، هو ده. هاخده بعد كده اصفيه وانزل بالفريك يا عم الشيف واحمره مكان تحمير السمك. يا ويلي، هي دي بقى التركايه، هي دي بقى الخبره. هتاكل الفريك يا امي وتسيب السمك ازاي بقى؟ لان كل دلوقتي البيون والجوس نازل في قلب الطاسه، وده اللي انا عايزه. واغطيه تاني واسيبه يتحمر شويه. نشتغل في السمك بتاعنا. طبعا يفضل ان احنا نقطع السمك ده شويه تقطيعه حلوه كده بالشكل ده، كده يبقى شكل زي ما انت حباه. السمك الفيليه بيبقى له اشكال كتيره في التقطيع، البعض بيخلي الحته كبيره كده، والبعض بيعمله زي الفيش فينجر، اصابع الايد، فانت ليك الحريه. طب انت هتعمل ايه يا مغازي؟ انا هعمل كده دلوقتي عشان يكفي الولاد. احنا عندنا عزومه النهارده وجايب كيلو سمك فيليه، عايزاه يعمل يكفي يطلع معايا كتير، فالتقطيعه دي افضل. حلو، هنتبله دلوقتي تتبيله حلوه بالثوم والزعتر والمستردة، عصير الليمون. حلو، بعد ما يتبل يا عم الشيف نحطه في الدقيق وننساه 10 دقايق في قلب الدقيق. هو على البلانشه كده بنتبله بالشكل ده كده احنا مع بعض. الثوم، اللهم صل على النبي، الثوم جوه، بلاش الثوم الباودر يا اختي، الله يرضى عليك. انا ما بحبش الثوم الباودر في السمك. ودي سنه شبت صغيره. بسرعه خلصت الفطار اهوت، ما خدتش مننا وقت. شويه البهارات، شويه البابريكا الحلوه، الكركم حبيب السمك وخاصة في المقليات بيدي لون وبيدي طعم. حلو الكلام. الملح بتاعنا والفلفل، كل دول مع بعض. كل دول، لا مش هحط ميه هنا، مخرجنا بيقول لي هتحط ميه؟ لا لا خالص، الميه بريئه من الموضوع ده. شوف التتبيله دي كده زي ما هي. شوف السمك خد لون ازاي؟ ده السمك بتاعنا اللي كنا بنقطعه من شويه، مكانه زي ما هو كده. معايا نشا، العب يا السمك. النشا اضافته لتتبيله السمك هو اللي بيلعب دور القرمشه، ونمسك زي ما عملنا مع التوابل نعمل مع النشا. زي ما احنا شغالين كده. لغايه لما النشا. عينيا. لا مفيش نار خالص دلوقتي لسه. حلو الكلام، زمان شغال كده. شفت التتبيله دي زي الفل. النشا ده مهم جدا. هعمل ايه يا عم الشيف؟ زي ما هي كده. ركز بقى عشان اللي جاي حلو، واللي جاي فيه خبره طهويه. ماء مسلج، ماء يفضل ان يكون الماء مسلج. مش هحطه على السمك المرة دي يا شفيق. هعمل ايه؟ اللي انا هعمله دلوقتي. شفت الحركة دي؟ في قلب الدين. الحركة دي ما تسيبهاش في المية. زي ما هي كده. في قلب الدين. هيطلع معاكي شوية فيليه مقرمش يا أختي، تدعيلي، كل ما تيجي تاكليهم تدعيلي. اوعي تسيب السمك في المية المسلجة. خلاص. اخطفيها في الميه كده وطلعيها. بس لازم التركايه اللي انا قلت عليها، توابل زي ما انت حابه، اساسي كمون كزبره زي ما شفنا مع بعض. مسكنا السمك قلبناه بالتوابل. اوعى تحط سمنه ولا زبده في التتبيله، خلي بالك. بعد كده نزلنا بالنشا. الله الله، شيل كل ده ملوش عوزه. خلصتك. حبيت تطلعوا فاصل يا شباب؟ انا جاهز. حلو الكلام.
هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقلب السمك ده كده عينيا في قلب الدقيق. الله، مطبخك رايق كده وروقان كده وحلاوه كده، عشان لما حد يخش عليك المطبخ دلوقتي عملت الكحك يا تيتا، دوقينا الكحك. هنمسك السمك ده كده نقلبه. اللهم صل على النبي. الزيت اهم حاجه عندنا، شديد الحراره هنا. ونمسكه نقلبه كده. عيني. سيبوني بقى اعيش مع تتبيله السمك، لان السمك بيعوم ثلاث مرات. المره الاولى وهو في الميه، المره الثانيه يعوم في الدقيق والتتبيله بتاعته، المره الثالثه يعوم في قلب الزيت. تروح بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. موضوع ان انا اغطي السمك في الزيت وهو بيغلي ده، المخرج يعني الموضوع ده مش عايز يخش في راسه. انا دلوقتي حالا هقنعك بموضوع الغطا ده. بص على السمك بقى. شوف السمك. ده البوري، خير مزارعنا بتصدروا الدنيا كلها. الهوا والبولتي للامانه، احلى سمكه بوري وبولتي في مصر. شوف ده السمك البوري. شويه البيون اللي عندنا في الطاسه دول بقى، هم دول حدوته. يعني ممكن اخد ده كده واجري، انا عايز ده. ده ما نقدرش نستغنى عنه زي ما هم كده. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ حالا. ده لسه ما يتاكلش. لا لسه دلوقتي، اصبر عليها شويه، الدنيا صيام. البصل ده كده يتجاب. اللهم صل على النبي. وناخد البصل ده كده في قلب الزيت ده. ده بصل شرايح، بصل جوليان. كل ده هينزل في قلب الايه؟ الخليط اللي مكان تحمير السمك. جلد السمكه ادانا اوميجا 3 في قلب الزبده والزيت. لحم السمكه ادانا اوميجا 3 في قلب الزبده والزيت. نتيجه تغطيه السمك ادانا اوميجا 3 في قلب الزبده والزيت. ناخد البصل ده كده وننزل بيه هنا كده. العب هو ده. ونسيبه. حلو؟ معانا بصل اخضر، مش عايزين الرز بتاعته. نعمل ايه بقى؟ احنا عايزين العروق، هتخش على الرز. بس خلاص. في قلب الزيت. اللهم صل على النبي. ونقلب دول كلهم مع بعض. ايه الحلاوه دي يا عم؟ ايه الجمال ده؟ هو ده. ونرجع نغطيه. بجد والله. هو ده، هو ده. ونرجع نغطيه. ليه يا عم الشيف؟ اصبر على رزقك. هنغطيه كده. هو ده. يلا. ايه ده؟ ايه الصورة الحلوة؟ فعلا الصورة تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. الكلام ده مش من فراغ. هو ده. يلا. ناخد السمك بتاعنا ده كده ونروح عند الزيت. خطوة خطوة كده مع الفريك لغاية لما نشوف الإنتاج في الآخر. الزيت هنا أخباره إيه؟ فلة. حلو؟ أنا كاتب في المنيو بتاعي زيت، قصدي سمك مالي بالسمسم. بنحط السمسم زي ما بتقول يا شيف مغازي مع الخلطة بتاعة المقليات بتسيب. وما بنلاقيش السمسم في قلب الإيه؟ في قلب في قلب السمك، بنلاقيه في قلب الزيت. مش هعلمك حاجة حلوة بقى. شغل الناس المحترفة. أهو. حلو الكلام؟ هتيجي كده؟ أهو. شوف الحتة اللي جاية دي. أهو. بص على الحلاوة، بص على الجمال. أهو. تاني اهو ده. بص تاني ناخد معانا كتير، خلي بالك. تاني اهو، دي السمك الفيلي اهو زي ما هو كده. اهو. لا مش بحطها كلها في الميه. اهو. ايوه. طول انت. اهو. تاني. اهو. طب مش عذاب السمسم، عذاب حبه البركه. استبدلي السمسم بحبه البركه. تاني. شفت السمكيه طالعه اهي تلعب اهي 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 هنا. تاني. اهي اهي. سامع الصوت ده؟ اهي اهي. نعم ينفع. بيقول لي ينفع نعمل كده مع الجمبري؟ تقول لي شيف دور على الجمبري انت. ينفع نفس الطريقه في الجمبري. لازم الميه تكون ساقعه.
ممكن تعمليها بدل السمسم حبة البركة، بدل السمسم كمون سليم، بدل السمسم كزبرة ناشفة، زي ما انت عايزة. نفس التركية ونفس الخبرة اللي انا بتكلم فيها. السمسم هنا ملوش عزة بينا بقى، خلاص. حلو الكلام؟ نرجع لقصة الفريك. ما يحب الشريك. يا حلاوة. اللهم صل على النبي. نقلب. ايه الحلاوة دي يا عم الشريك؟ ايه الجمال ده؟ فين التوابل؟ في قلب البصلة. فين البهارات؟ في قلب البصلة. فين الخبرة الطهوية؟ في قلب البصلة. فين الفليفر وريحة السمك؟ في قلب البصلة. ننزل بالفريك. الله، يلا يا باشا، مع السلامة. والله العظيم انت معاك حق، ولا مش محتاج حاجة، هو شوية الفريك دول بس يستووا كده وطبقة سلطة خضراء. وأذن يا مغرب، مش عايز سمك أنا. السمك سبيل الضيوف. لأن أصبح إن السمك وطعم السمك وريحة السمك وخير السمك في الفريك دلوقتي. عرفتوا ليه هو ما يحب الشريك؟ بس عرف إن في سمك، قال لك خلاص بقى، إذا في سمك مفيش مشكلة. ماء مغلي وليس ماء مغلي. دي مية فيها طعم السمك، روس السمك مغليين هنا. نسيبهم على النار. عيش يا باشا. حلو. العب يا السمك، ناخده زي ما هو كده. بص على الحلاوة، بص على الحلاوة. هو ده، هو ده. يلا ونقفله زي ما هو، زي ما هو. في الغطا بتاع دي. يا ويلي يا ويلي. تمام. وهدي عليه النار بقى. اتقل على الفريك لما يتعرف على السمك. بس خلاص. السمك اخباره ايه؟ بص على الحلاوة، بص على الحلاوة. هوريك انا السمسم دلوقتي، متقلقش. بقول لي السمسم ما نزلش في قلب الزيت. طب اتهرج بقى. سنين الخبرة دي كلها راحت فين؟ تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل شوية فرايد رايز بالسمسم، قصدي بالبصل الأخضر. ازاي؟ معانا رز مصري مسلوق مسبقا، ومعانا عروق البصل الاخضر اللي انا بعشقها، ومعانا زيت سمسم وصويا صوص ونظافه مطبخك اول باول، زي ما الشيف المغازي بيشتغل كده. وانا واقف في المطبخ زي الحلاوه. تعال شوفوا نعمل ازاي فرايد رايز. انا النهارده مش بشتغل، النهارده قاعد بسلى، بسلى صيامي زي ما بيقولوا يعني. حلو الكلام. والزيت في قلب البصل، قصدي السمك في قلب الزيت، والفريك على النار. تعالوا مع بعض نعمل شويه رز تاكل صوابعك وراها. فاكرين ولا ناسين؟ طبعا فاكرين. الميه اللي انا كنت سالق فيها الروس بتاعت السمك بحط منها شويه كده على الرز. اصبح الرز فيه ايه؟ بشاير السمك. ما هي راس السمك دي كلها دهون. اصبح ان الرز هنا متحضر. حلو يا عم الشيف، تسلم ايدك والله. على طول. وجهزت الرز كده، وابدا احط زيت السمسم مع شويه زيت عادي. ده زيت السمسم عشان الشيف المغازي ما يقولكش هنحط ايه. حلو. والبصل الاخضر بتاعنا الجميل ده كده. اللهم صل على النبي. ناخده كده. اوبا، هو ده. على فين؟ زي ما هو كده. في قلب الطاسه. اللهم صل على النبي. ونسيبه على النار كده لغايه لما البصل ده يتقرمش. نقلب. عايز تشوف السمك؟ شوف السمك اهو. لسه ما تخافش عليه، ما تخافش عليه، ما تخافش عليه، ما تخافش عليه. بص عليه. اخبار الدنيا هنا. النار فين؟ نعم، ممكن
ماما بيقول لي ممكن نحط شويه جمبري. اكيد رحت على مطابخ او اكلت سمك في صيني او اليابانيين، دايما يحطوا على الفرايد رايس جمبري والنودلز جمبري. دي بتاعتك انت بقى، انا عامله النهارده بالبصل الاخضر بس واخد طعم السمك، واوميجا 3 موجوده في زيت السمسم، اصبح ان انا ضفت له الجمبري بطريقه غير مباشره. شقاوه مطبخ بقى. ما هو زيت السمسم غني باوميجا 3 والجمبري غني باوميجا 3. حلو الكلام. هناخد الرز بتاعنا ده كده الله زي الفل. خلي بالك اوعي تحطي ملح وانت بتسلقي الرز، طالما الرؤيه عندك هتحطي صويا صوص. صويا صوص تغنيك عن الملح. نقلب. الله اللهم صل على. كل يوم ناكل كبسه، كل يوم رز بشعريه، عروق البصل الاخضر اللي احنا مصريين يعني شاطرين قوي ان احنا ناخد البصل الاخضر ناكل الراس بتاعته مع طبق الفول ونسيب العروق بتاعته. استخدم العروق في طبق طعميه، في فلافل، في كفته، في فرايد رايز، في طبق السلطه. عروق البصل الاخضر يا اخواننا موسوعه غذائيه غنيه بالاكسده، مضادات اكسده، قيمه غذائيه عاليه جدا، فواتح شهيه، بينشط الجهاز الهضمي، بيعالج مشاكل الامساك. في ايه يا عم مش بصل الاخضر وعروقه بالذات. حلو زي الفل. نغرف الطبق ده كده يلا بينا. البعض بيحب يقدم معاه بيض اومليت مقلي، عملته انا قبل كده، ده مكانه هنا. سامعين الصوت ده كده؟ سنة شبت صغيرة. الله سامع الصوت ده كده؟ اخبار السمك ايه؟ صلي على الحبيب. خلاص جاهز تمام، سيبه يصفي زيته. حلو قوي. التقليبه دي مهمه جدا. اوعى تحط اي بهارات، صويا صوص، زيت السمسم، مش بيحبوا البهارات يا ست الكل خالص. البهارات بتاعتهم هي سنه شبت وعروق البصل الاخضر. اصبح الرز هنا واخد طعم تاني خالص، لو طعم المحشي ولا طعم الرز بشعريه اللي انت بتعمليه كل يوم على الاكل ولا حاجه خالص، واخد طعم تاني خالص. المطبخ الياباني، المطبخ الصيني، المطبخ الماليزي، سكه السوشي. الصويا صوص طعمها خطير جدا مع السي فود، مع الرز بالذات كمان اهوت. بس اوعي تحط ملح. الصويا صوص غنيه خلي بالك بروتين، فمهمة جدا وقيمتها الغذائية عالية جدا. ناخده زي ما هو كده يلا بينا. ألف هنا وشفا، والحبة نازلة بحبتها، يعجن مين يا طيب؟ وريحة زيت السمسم طالعة من بين الرز حكاية. الطبق ده يتعمل قبل الأذان مباشرة، ده ما يتعملش ويتركن. مش رز بشعرية تسيبيه في الحلة. انت ليه يا شيف قالب على الرز بشعريه النهارده؟ لان في رمضان كل يوم ناكل رز بشعريه، باميه رز بشعريه، صينيه بطاطس رز بشعريه، شويه ملوخيه رز بشعريه. بس انا احب الرز الابيض معاها. مطبخك رايق ازاي وفله؟ تمام؟ عايزين تشوفوا السمك الفيليه. عينيا. الفيليه بتاعنا اخباره ايه؟ نجيب الطبق الحلو ده كده. بس انا عايز اعمل حاجه حلوه للامانه. ايه هي بقى؟ يعني بما ان السمك الفيليه حلو وبحب المقليات مع الرز، فاعمل تركايه حلوه كده. هاخد شويه رز من هنا كده. دي مش في المقرر، اللي بالك دي بره الموضوع. ليه بقى؟ هوريك حاجه دلوقتي واعلمك حاجه هتعجبك اهو. ايه هي؟ هناخد السمك الفيليه ينزل على الرز بقى. جربي بقى من المرات الحلوة تاكل الرز اللي تحت السمك المقلي ده يا ويلي، وتلاقي الحبة السمسم نازلين بقى. خد بالك انت السمسم اهو، جيب لي السمسم وتفاصيله كده يا شفيق. شوية الرز اللي تحت السمك دول هم دول حكاية،
اللي بتحبيه اهديهم له. عايشين جوه الحب. ألف هنا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. على فين؟ عدلوا هنا. ألف هنا وشفا. نطلع فاصل؟ شايفين الشقاوة دي؟ هو ده. ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف إيه حكاية الفريق مع السمك؟ هل هو ما يحب الشريك ولا هينزلها المرة دي؟ أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وشفنا التفاصيل العلمية الطهوية الفنية لقلي السمك بالسمسم. ايه المصطلحات دي يا ابو غازي؟ مش عارف. كل عام وانتم بخير. سمك الفيليه لازم يتقلب بالشكل ده كده. نقدر نقل الجمبري، نقل اي نوع سمك بالتركايه اللي انا عملتها. الماء المسلك، بتحط السمك في الدقيق او في التتبيله اللي انت حباها، وبعدين المكان اللي انت عايزاه يبان فيه السمسم بتبليه ميه مسلجه وتحطيه في الغرض اللي انت عايزاه، سواء سمسم، سواء حبه البركه، سواء كمون، سواء كزبره، وهكذا. شوف اخبار الفريك ايه. يا ويلي، لا هو ده الموضوع. الف انا وشفا، ده الموضوع اللي انا عايزه للامانه. الشكل الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده حلو قوي. مهم جدا بقى موضوع الفريك ده، واحنا شغالين كده مع بعض ناخد السمك نخليه على جنب، ده الطبيعي علشان لما نغرف الفريك ما يختلطش ببعضه. هتقولي لي ليه بقى هنا الكلام؟ لان السمك ده فيه شوك كتير، وانا بتكلم الصدق. في حاله لما يكون السمك ده ما فيهوش شوك، ممكن تقلبيه مع بعضه، بس انا عايز السمك ده شخصيته تبان على الفريك. حلو الكلام؟ هشيله كده بالراحه خالص واخليه على جنب، بحيث وانا بغرف لضيوفي يبقوا شايفين السمك قدام عينيهم، وعارفين الود ايه لهوت، وعارفين ان السمك ده بوري. فتقدر ست الكل ايه تشيل الشوك بالراحه كده لولادها ولجوزها عشان نبقى في امان. شفت الجو ده كده؟ اللهم صل على النبي. اما لو كان السمك ده ما فيهوش شوك، يعني جزل خالي من الشوك، قلبيه في بعضه مفيش مشكله. حلو. ناخد الفريك بتاعنا بقى. هو ده يا حلاوه. ألف أنا وشفا. شوية فريك يا مغازي، لا تقول لي حمام ولا تقول لي فراخ محشية بفريك خالص. بيبخوا سمك في كل حاجة، الريحة طالعة سمك من قلب الفريك. شفت الجو ده كده؟ هتسيبهم كده؟ طبعا لا. هتقدمهم كده لضيوفك؟ طبعا لا. نفس الطريقة. شفت بغرف ازاي؟ باينة سمكة كبيرة بديلها براسها بكل حاجة. ألف أنا وشفا للي ياكل. نعم، هوريك الفص. وصدق انت ابن حلال. لا تجيب لي انت مرزة. مرزة. بيقول لي وريني الفص. بحط الشوكة، الفص ظهر لوحده. شوف الشوكة طالعة. بص الشوكة طالعة اهي اهي اهي. صايم؟ ألف أنا وشفا، ألف أنا وشفا. ألف أنا خليها هنا؟ حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، حاضر. حاضر يا باشا، ألف أنا وشفا. تمام، شيل الشوكة بره يعني. أنا قلت في البداية سؤال حلو. بيقول لي نوع السمك المرغوب في إن هو يتعمل فيه، سمك كنعد. يسمى في الخليج كنعد أو الدراك. جرنش بتاعنا فلفل، ده افضلهم يعني. مش موجود استخدم اي نوع تاني بقى طالما ده مش موجود، بس اذا ده موجود هو ده. او الزبيدي بتاع الكويت، تحيه كبيره لاهالي الكويت الطيبين. الف هنا وشفا. والله انا حبيته مع البوري، يعني انا اول مره اعمله مع البوري، دايما بعمله مع الكنعد والدراك، فالبوري عجبني بصراحه، والبوري في متناول الجميع.
وهي حاجه تغيير، بس ناخد حذرنا شويه من الحسك. ايه هو الحسك؟ اللي هو الشوك. اخواننا في الشام يسموا الشوك حسك، احنا نقول عليه هنا الشوك. الف انا وشفا. بساطه، سهوله، مرونه. كان المنيو بتاعنا النهارده كان ليا هدف ان احنا طبعا خلاص ودعنا الشهر الكريم، كل عام وحضراتكم بخير، كل سنه وانتم طيبين. شفنا رمضان في مصر حاجة تانية، وشفنا كمان رمضان على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، بالتأكيد بشهادة حضراتكم على السوشيال ميديا، وبشهادة حضراتكم من خلال التواصل والاتصالات إن إحنا مختلفين السنة دي، وده يرجع الفضل لله سبحانه وتعالى، توفيق وفضل الإدارة العظيمة وفريق العمل اللي بيقدر يشتغل على الشهر الكريم ده قبلها بخمس ست شهور. هنعمل إيه؟ ما تفتكروش الفكرة بتيجي لحظة الولادة ولحظة الموقف، لا، ده بنشتغل شغل كبير قوي عشان نطلع في الشهر الكريم مختلفين عن الآخرين، إن إحنا نقدم حالة، وفعلا الحالة اجتهدنا إن إحنا نقدمها ونوصلها لحضراتكم. تعرفوا النجوم اللي بيطلعوا معانا إحنا بنشوفهم في نشرة الأخبار، في صباح الخير يا مصر، في البرامج اللي بتشوفها على شاشة القناة الأولى، لهم ميزانهم ولهم ثقافتهم ولهم علمهم ولهم كيانهم، اللغة العربية، تقديم النشرة، ولكن جوه المطبخ موضوع تاني. شفنا النواحي الإنسانية والنواحي الإيجابية منهم في مطبخهم، علاقتهم بأهليهم، بأسرهم، بمامتهم، وأكلة أمي. كل عام وحضراتكم بخير، الشهر الكريم عدى بسرعة، والعيد بكرة إن شاء الله، دي حاجة بتاعت ربنا، بنعيد عليكم إن شاء الله، وبنعيد على كل الأمة الإسلامية والمصريين وفي كل المحافظات وفي كل صعيد مصر. بنقول لحضراتكم كل عام وأنتم بخير من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وشكرا.